صباح الخير يا شباب. المحاضرة الماضية كنا نحكي في موضوع إنه اللي قبلها كمان كنا نحكي في موضوع البياس. إنه من نحدد هاي الإعدادات بخصوص الإيجنت، وتوسعنا في موضوع الإنفيرومنت، حكينا إنه إحنا من نحدد الخصائص تبعتها، يعني إنه حسب الانفايرومنت بده انه نحدد الخصائص تبعتها، انه بين يعني خمس شغلات، هل هي ابزوربل ولا بارشلي ابزوربل، ديترمينستيك ولا ستوكاستيك، ابيسوديك ولا سيكوينشال، ستاتيك ولا دايناميك، ديسكريت ولا كونتينوس، والايجنت انه سنجل ولا مالتي ايجنت. تمام، اليوم ان شاء الله بدنا نكمل في هذا الاطار، وبدنا نحكي على انواع الايجنتس. وزي ما حكينا انه احنا في عنا اربع انواع اساسية، اللي هي هاي الانواع، اللي هي السيمبل ريفلكس ايجنت، الايجنت الانعكاسي المبسط، والنوع الثاني نفس النوع الاول بس بدنا نضيف له ستيت وموديل، والنوع الثالث جول بيست، والنوع الرابع يوتيليتي بيست. هذول التنتين انه جراب من بعض، وهذول التنتين برضو انه جراب من بعض. وبدنا نشوف كيف ممكن نحول هدول الايجنت للليرنينج ايجنت، انه هي تتعلم انه تحسن من الاداء تبعها مع مرور الوقت. طيب ناخذ النوع الاول سمبل ريفلكس ايجنت. طبعا ايجنت انعكاسي، طبعا حسب الاشي اللي موجود في البيئه بينعكس على الاكشنز اللي هو ممكن انه يسويها. طبعا الايجنت هيو هذا البلوك، تمام، طبعا بيعمل اوبزرف او بيرسبت للانفايرمنت من خلال السنسور. يبقى في عندك هنا كومبوننت بيحدد انه كيف شكل الانفايرمنت حاليا في الوقت الحالي، تمام، وبناء على شكل الانفايرمنت بيروح بمرر الاشي اللي بيرجعه او الستيت تبع الانفايرمنت لكومبوننت تاني اللي هو what action should I do، اللي هو عبارة عن كومبوننت بده يعمل decision ايش الاكشن المناسب. طبعا الاكشن اللي بده يسويه من خلال condition action rules، مجموعة من الرولز. وهذا الكلام انت حتلمسه ان شاء الله لما نيجي نحكي في الباب تبع الاكسبرت سيستمز. حناخد رول بيست اكسبرت سيستم، حنعمل مجموعة من الرولز، ومن خلالها انه بده يصير في استنتاج، تمام، فبناء على انه ايش الكونديشنز اللي موجودة عندك او الفاكتس اللي موجودة عندك بده يصير انه بده يختار اكشن معين. طبعا الاكشن هذا حينفذه من خلال Actuators. زي ما انت شايف انه الاكتويتورز بتفاعل مع البيئة، والبيئة بعملها percept من خلال السنسور. لو جيت اطلعت هنا على الموضوع على البسودو كود، وهذه شغلة كتير مهمة، انه البسودو كود انه انا عندي دالة Reflects Vacuum Agent. طبعا هذه مش مخصصة مش لأي agent، خاصة بالVacuum Agent، انه انت تشوف كيف ممكن تكتب لها دالة بتمثل الريفلكس ايجنت. شو بتاخد؟ تو باراميترز، اللوكيشن والستيتس. اللوكيشن ايش هما؟ تتذكر الفاكوم ايجنت، الفاكوم كلينر، حكينا انه هاي الانفيرومنت تبعته بشكل مبسط، بشكل يعني مبسط على الاخر. انت عندك اللوكيشن A و B، تمام، هذا اللوكيشن. يبقى انت عندك في اللوكيشن تو بوسيبل فاليو للباراميتر هذا، والستيتس كلين او ديرتي. بالضبط، انا في عندي تو ستيتس، فيبقى الفاكوم كلينر او الفاكوم ايجنت بياخذ تو باراميتر. يبقى هذه زي ما حكينا انه خلينا نوضحها هنا، انه ديرتي او كلين، سي كلين ودي ديرتي. شو بترجع؟ اكشن معين. طيب هاي الرولز اللي هاي الكومبوننت، هذا الكومبوننت اللي هنا، هاي الرولز تبعتها، هاي كلها هنا مكتوبه بهذا الشكل. اف ستيتس از ديرتي او بتساوي ديرتي، فبالتالي الاكشن ايش بيكون؟ ايش رجع لي؟
سك اشفط الغبر. اذا اللوكيشن اللي انت موجود فيه حاليا بغض النظر سواء كان A او B dirty، يبقى الاكشن انه انت تضلك مكانك، ما فيش شيء تغيير في المكان، بس اعمل سك. إلس يبقى قبل ما ادخل لك في الاف تبعت الإلس، شو معنات الإلس هنا؟ بالضبط. يبقى هنا انه status بتساوي dirty بتساوي false، تمام؟ معنى ذلك انه اذا الستاتس كلين وانت كنت موجود في اللوكيشن A، معنى ذلك بدك تروح وين؟ على B. B وين موجودة؟ right. انه انت في A وA clean، هاي معنات هذا الشرط. هو القلم انا مش عارف ليش هو خميل كتير، يبقى هنا انت موجود في 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 هاي الجمله في هاي الستيتمنت، معنى ذلك انه الستاتس كلين مش ديرتي، عكس هاي الشرط، فبالتالي انت بدك تروح باتجاه الرايت. طب ايلس ايش معناته؟ عكس اللي فوق كله. ايش هو؟ انه مش ديرتي كلين ومش في اللوكيشن A، يبقى في B. بالضبط، معنى ذلك انه انت بدك تروح ليفت بهذا الشكل، تمام؟ واضح. الفانكشن تبعته كتير سيمبل صح؟ كيف؟ الريال امبلمنتيشن مش سيمبل. هل ايام صار في عندك كتير موديولز انه جاهزة انه انت بتركبها على بعض و يعني مع راسبيري باي بيمشي الامر؟ بس برضه الموديولز مش عطاكين كفاءة، يعني ما بتقدرش تعطيكاش الكفاءة انه ايش؟ اللي انا ما بتقدرها، مش معناته انه انت عندك كله جاهز، لا، انه انت عندك الكومبوننتس اللي تبعت الكنترولر والشغلات اللي تبعت الموتورز والشغلات هذه، انت المفترض انه انت ما تتعبش فيها. يعني ممكن ان انت تجيب يعني شغلات جاهزه متوفره في السوق حاليا، انه انت ممكن تتنقل تعمل نافيجيشن في انفايرمنت معينه، تمام، والتحكم تبعها اللي هو اللوجيك تبع البروجرامين هذا ممكن انه انت تبرمجه على راسبيري باي، فبالتالي ممكن انه هو فعلا يتحكم في مكنسه كهربائيه انه إلها عجلات، انه يدور المحرك تبعها انه يتحرك باتجاهات معينه، وانه يشغل الفانكشنالتي تبعت السك او الاون والاوف بهذا الشكل. والفكره في الموضوع انه اذا انت عندك القدره انه انت تصمم شغله زي هيك، معنى ذلك انه انت بتقدر تعمل تونينج وتحسن البرفورمانس حسب انه اللي بالضبط بدك تمس، يعني بدك يعني انه تخلي في بالك انه احنا موجودين هنا في جامعه، معنى ذلك انه الاساس تبعك انه في طريقه التصميم وطريقه التفكير تبعك هذا احنا اللي بنقدر ناثر فيه، لكن انه احنا نطلعك انه انت تسوي شغله انه البرفورمانس تبعها تمام وتشتغل في الاندستري، هذا بيعتمد عليك. إذا أنت كان الأساس تبعك في الجامعة صح، معنى ذلك أنه أنت بتقدر تعتمد على نفسك وأنه تسوي هاي الشغلة، تمام؟ اللي بيقدر يسوي شغلة زي هيك بيقدر يسوي شغلة أكبر بكتير من هيك، بدك تفكر بهاي الطريقة. طبعاً الانتليجنس تبعه very limited، محدود الذكاء على الآخر، تمام؟ والأكشنز هل بتعتمد على البرسبت هيستوري؟ لا، فبالتالي ما بيحتاج لأي متطلبات متعلقة بالذاكرة عشان يحفظ الهيستوري. ممكن انه هو يعلق في انفينيت لوب، لا يعني ممكن في بعض الأحيان ممكن ما يقدرش يعمل اوبزيرف للوكيشن، يكون في خلل في السنسور شغلة زي هيك، بتضل هذه ليميتيشن انه موجودة زي هيك. فممكن كيف ممكن انه انت تطلعه من حالة التعليق اللي هو موجود فيها، تمام؟ في حدا شاف بلينكي يا جماعة؟ كيف؟ بلينكي
كيف فكوا التعليقة تبعته؟ عملوا له ريستارت. تمام؟ فبالتالي هنا ممكن انه انت تعمل راندومايز للاكشن انه انت تطلع من حالة التعليقة اللي انت فيها يعني بهذا الشكل. تمام؟ هجيت هذا الريفلكس ايجنت ممكن انه انت تستخدمه وتطبقه على التشيس تكنيكلي يعني انه من ناحية تقنية انه ممكن. تمام؟ ولكن انه هذه مش فكرة يعني جيدة على الاطلاق انه انت يعني تطبق ريفلكس ايجنت بهذا بهذه البساطه. في شيء عنده بيرسبت هيستوري، تمام، في شيء عنده ذاكره والانتليجنس تبعه ليميتد انه انت يعني تطبقه على البروبلم على 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 التشيس. ان شاء الله في يعني لقدام حنشوف يعني كيف ايش الالجوريثمز اللي او سيرش الجوريثمز اللي انا ممكن اطبقها على على التشيس بلاينج بيسموها adversary search algorithm. adversary معنى ذلك انه انت يعني زي كأنه انت بتلعب مع الخصم. تمام؟ يعني search algorithm مخصصة في حال انه انت في عندك خصم انه انت بتتعامل معه. اضف الى ذلك انه انت عندك عدد الانتريز اللي موجودة يعني في اللوك اب تيبل في الانتاير جيم تبعت يعني في تبعت التشيس 35 مرفوع على القوة 100. تمام؟ طبعا هذا الكلام كذلك حنشوف كيف لقدام انه احنا ممكن نحسبه. تمام؟ طيب نيجي نضيف الستيت والموديل للرفليكس ايجنت. بدنا حاجة بعد الريفلكس، مش انه بس مجرد انه ايجنت انعكاسي الاكشن تبعه بينعكس او الاشياء اللي بتصير في الانفايرمنت بتنعكس على الايجنت، فبالتالي بيعمل الايجنت كردة فعل، يعني بيعمل الاكشن كردة فعل. طبعا الايجنت فانكشن تعمل ماب للبرسبت هيستوري. لاحظ لما يكون في عندك انت ستار معنى ذلك انه هذه عبارة عن برسبت هيستوري، يبقى الدالة F هذه الوظيفة تبعتها انه تعمل ماب من البرسبت هيستوري، وبناء على البرسبت هيستوري نروح نختار اكشن معين. طبعا هذا الكلام احنا بدنا نعمل له ريفورميليشن هنا بهذا الشكل، انه احنا ايش بدنا ندخل في الموضوع، ايش الستيت موديل، انه انا بدي ادخل البرسبت هيستوري مع الاكشن هيستوري والكرنت ستيت عشان اخد اكشن. هنا كنا ندخل بس percept history عشان اختار action، لكن هنا دخلت ثلاث شغلات، ايش هما؟ percept history والaction history والstate. تمام؟ عشان اننا اختار action معين. تمام؟ هي مجموعة الstates عشان انا اختار action معين الاس. يبقى الagent program ممكن تعمل implement لagent function اللي بتحتفظ بحاجة اسمها يعني الانترنال ستيت اللي هي الهيستوري. انا بقصد فيها من ضمن الانترنال ستيت، الانترنال ستيت في حد ذاتها بتحتوي معلومات على الاكسترنال انفايرمنت. تمام؟ فبالتالي انه الستيت ديبندز على الهيستوري تبع البرسبت وعلى الهيستوري تبع الاكشن تيكن بالفورميليشن تبع هذا الكلام هيو في هاي الصيغه. طبعا الستيتس انا عندي لما تكون معروفه كلها والانتقالات تبعتها بتكون كلها معروفه بتصير ماركوفيان ستيت، بتصير ماركوفيان ستيت. ماركوف هذا عالم رياضيات روسي في البروبابيليتي يعني انه اكثر شغله. والفكره في الموضوع انه انت على سبيل المثال ممكن انه انت تقسم السبيس تبعك، انه انت بتيجي بتقول انه ايش الستيت سبيس تبعي. لما احكي ستيت سبيس يا جماعه فاهمين ايش انا بقصد؟ ايش قضايا الحاله؟ فضاء الحاله. ايش هو فضاء الحاله؟ مظبوط. ايش هو فضاء الحاله؟ كل البوس يعني all possible states كلها بتحصرها في السبيس تبعك هذا بالضبط. فبالتالي انت عندك على سبيل المثال الـ 8 بازل، الـ 8 بازل عارفينها؟
هاي زي هيك. التايلز هذه مقسمة لتسع خانات تمام، والجول ستيت تبعك انه انت تروح انه انت ترتبهم انه انت تزيحهم زي هيك وترتبهم بهذا الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8، عشان هيك بنسميها 8 بازل. طبعا هذا الجول ستيت. طبعا ممكن ان انت تكون في ستيت معينة ويكون هذا الاشي اللي هنا يكون في مكان ما، خلينا نعتبره هنا. فبالتالي ببدأ اعبي الارقام العشوائية، مثلا 8 2 1 4 7 6 5 3، هذه ستيت تانية. يبقى الستيت سبيس معنى ذلك انه انت بدك تحصر كل الستيتس اللي ممكنة عندك في انفايرومنت معينه في الجيم. هاي البوسيبل ستيتس بتبدا تحصيهم كم ستيت انا عندي تمام. نرجع للماركوفيان، واضح الكلام بخصوص الستيت سبيس. نرجع للماركوفيان. الماركوفيان لو انت بتكون عندك مجموعه من الستيتس، خليني ارقمها زي هيك، بنعبرها as a nodes as zero. من as zero انت ممكن تنتقل ل as واحد، وهي بدي احط لك سهم زي هيك، وانت في as واحد ممكن ترجع ل as zero، او ممكن تروح على وين؟ على as ثلاثة، as اثنين عفوا، as اثنين ممكن من خلالها تروح على اس سبعة تمام، ومن اس سبعة او ممكن تروح على ستيت تاني، خلينا اقول هنا اس خمسة تمام. من اس سبعة ممكن تروح على ستيت اس ثلاثة، اس ثلاثة ممكن ترجع لهاي او ممكن ترجع لهاي. فبالتالي الستيت سبيس لما يكون كله معروف، لما يكون كله معروف معنى ذلك انه الستيت سبيس بيكون ماركوفيان والانتقالات بيناتهم. انت عندك البورد تبعت الشطرنج شكلها زي هيك، يا اما تنتقل لهاي الحاله او لهاي الحاله او لهاي الحاله. ايش انا بقصد؟ انه هاي الحاله اللي هي البورد نفسها، بس انه انت حركت حجر في الشطرنج زي هيك. كل البوسيبل ستيتس تمام ماركوفيان بتكون. طيب في الجيم ثيوري، الستاتس والميموري، يعني انه انت بيكون في عندك حاجة اسمها بيرفكت ريكول او بيرفكت انفورميشن. ايش البيرفكت ريكول؟ البيرفكت ريكول انه في كل سبيس اذا انت كان في عندك معلومات عن البيرسبتس والاكشن اللي ادت لهذه البيرسبت الستيت، يعني معنى ذلك انه الستيت سبيس عندك بيكون يعني بيكون عنده بيرفكت ريكول. خذ البيرفكت ريكول مع الفور اوبزرفابيلتي كانفايرمنت، انه انفايرمنت كلها منظوره بالنسبه لك، فيش شيء مخبى تمام، وانه الاكشنز تبعتك تكون ديترمينستيك، معنى ذلك انه عندك بيرفكت انفورميشن تمام. نيجي للنوع الثاني. واضح الريفلكس ايجنت؟ واضح يا شباب؟ النوع الثاني موديل بيست ريفلكس ايجنت، معنى ذلك انه هذا الايجنت هو ايجنت انعكاسي بسيط، ولكن ايش بدنا نضيف له؟ بدنا نضيف له الستيت تبعت الموديل، او عفوا يعني بدنا نضيف له موديل. الموديل هذا انه بده يحدد من خلاله، لاحظ انه انت ايش الاختلاف بين الرسمه هاي الايجنت، لاحظ ايش الاختلاف بين الرسمه هاي والرسمه السابقه، انه هذا الكومبوننت كان موجود صح، هذا الكومبوننت كان موجود والرولز كانت موجوده. ايش الاضافه انت عندك؟ هذه الجزئيه اللي هي بدك تحدد من خلالها انه كيف العالم بيتطور، كيف البيئه حواليك بتتطور،
تمام، وانه ايش الاكشنز تحدث تغييرات او ايش بتسوي الاكشنز تبعتك. يعني على سبيل المثال انه how action affect the world، انه الويل turned clockwise takes you right، انه انت تاخذ 10 القيادة وتلفها مع عقارب الساعة هذا بيخلي انه السيارة تروح يمين، ترفع الهاند بريك هذا بيخلي السيارة تعمل كذا، تضغط على الزر هذا بيخلي المساحات تشتغل، تمام. فانت بصير انه انت عندك معرفة انه كيف العالم بيتطور معك، تمام. انه عفوا كيف انه الاكشنز بتأثر على العالم اللي موجود حواليك، تمام. الان كيف انه هو العالم بيتطور، يعني على سبيل المثال overtaking cars get closer from behind، انت بدك تراقب السيارات اللي تقترب منك في الخلف، انه انت مثلا لو ضغطت على الفرامل بتلاحظ انه السيارة اللي وراك بتقرب، او العكس انه السيارة اللي قدامك لو ضغطت على الستوب الضوء وضوء بتلاحظ انه السيارة بتقرب عليك كتير، او انت بالاحرى بتقرب على السيارة اللي قدامك كتير، تمام. لاحظ انه الامبليمنتيشن تبعها كيف بيكون، انه ريفلكس ايجنت ويد ستيت ايش بياخد باراميتر تانية، والبقية وين؟ هاي هم موجودين هنا محطوطين كيف؟ كستاتيك، محطوطين كستاتيك. ايش معناته؟ يعني انت البراميترز هذه تكون عندك ستاتيك في الدالة برمجيا، يعني السكوب تبعها اوت سايد، يعني خارج سكوب الفانكشن، معنى ذلك انه هي بتكون فيزيبل للكومبوننتس الثانيه، وانه يعني بيقدر انه يعني خارج نطاق الداله او السكوب تبع الداله بيتم التعديل عليها. ايش هما؟ الستيت، تمام، والرولز. بمعنى اخر انه الداله هذه اكم باراميتر بتاخذ؟ والبرسنت، تمام. باراميتر انت بتمرره كارجمنت، وتو باراميترز بتكون كاستاتيك فاريبلز، يعني ثلاثه اللي هم البرسنت والستيت والرولز، تمام. لاحظ انت الرسمه هي رديئه اصلا والسلايد يعني مش كتير انه هو واضح. لاحظ انه انت بتعمل ابديت للستيت قبل وبعد ما ترجع الاكشن، يعني اول ما تبدا عفوا شغل وقبل ما ترجع الاكشن، يعني في الاول وفي الاخر تعمل ابديت للستيت. ايش بتدي له؟ الستيت والبرسبت، وهنا نفس الفكره الستيت والبرسبت. الابديت للانفايرمنت شغله كتير مهمه في الموديل بيس، لانه انت بتشوف العالم كيف بتتطور، كيف الاكشن تبعك بياثر على الانفايرمنت، تمام. بعد ما عملنا ابديت هاي الستيت الجديدة جبناها، وين بنروح بنمررها؟ بنروح بنستدعي دالة اسمها رول ماتش. ايش بنديها؟ الستيت ومجموعة الرولز كلها. ايش بروح برجع لي؟ رول واحدة اللي صار لها ماتش. ايش بروح بسوي؟ باخدها وبنفذها. رول اكشن ايش بديته؟ الرولز، الرول اللي انا طلعتها، تمام، حيطلع معايا اكشن، الاكشن هذا بنفذه، تمام. طبعا تنفيذ الاكشن هذا ايش بيؤدي؟ تغيير في الانفايرمنت، فبالتالي بدي ارجع اعمل ابديت كمان مره للستيت. واضح ليش الترتيب بهذا الشكل؟ يبقى كمان مره انت بتعمل ابديت لحاله الانفايرمنت، تمام، للستيت، يعني الستيت هذه بتاخذها عشان تطلع ايش؟ الرول اللي بيصير لها ماتش. الرول هذه بتروح بتنفذها، تنفيذ الرول اكشن معين يعني ايش بيؤدي لتاثير او تغيير في الستيت، فبالتالي بدك تروح تعمل ابديت للستيت كمان مره، تمام. النوع الثالث من الايجنت، لغايه الان الامور تمام، تمام. النوع الثالث اللي هو الجول بيست. طبعا في بعض يعني حسب البروبلم، في بعض البروبلمز انه بيكون انت عندك تعمل يعني تصمم ريفلكس ايجنت كافي جدا،
في بعض البروبلمز الثانيه بيتطلب انه يكون ريفلكس ايجنت تبعك انه انت تضيف عليه موديل للستيت تبعتك. وفي بعض يعني في البعض الاخر من البروبلمز بيتطلب انه يعني انه انت تكون موجود بدون جول، يعني شغله انه مينينجلس ملهاش معنى، لازم يكون في عندك جول. فبالتالي معرفه الانفايرومنت مش كفايه، تمام؟ يبقى التاكسي ماشي، ممكن تروح يمين، ممكن تروح شمال، ممكن تروح دغري ستريت. طب وبعدين ايش المطلوب مني؟ لازم يكون في جول. يبقى الجول هنا هو عباره عن انه ديستنيشن، لازم يكون في عندي ديستنيشن، انه انا ركبت راكب من مكان معين، تمام؟ يبقى الجول تبعي انه لازم اعمل له دروب، انزله في ديستنيشن معين، تمام؟ فبصير انه الجول تبعي انه انا اروح او اصل لهذيك المنطقه، تمام؟ يبقى بدنا نستخدم المعلومات عن الجول عشان نعمل جايد للاكشنز، عشان انا اروح لهذيك المنطقه ايش الاكشنز اللي بدي اروح اسويها؟ اروح يمين وبعديها شمال وبعديها اول شارع على ايدي الشمال بدي اروح اخر يعني ادخل فيه، وبعدين كذا 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 لغايه لما اصل للجول تبعتي. في هذه الحاله بنقدر نستخدم السيرش والبلانينج. بدينا نقرب من موضوع السيرش الجوريثمز وانه احنا كيف ممكن نستخدمها في البروبلم سولفينج، تمام؟ نشوف الكومبوننتس تبعته. هذا موجود سابقا في الريفلكس ايجنت، وهذا موجود سابقا، وهذه الجزئيه موجوده وين؟ في الموديل. ايش صار في عندي هنا؟ كومبوننت جديد وهنا الجول. يبقى هذا هو الجديد هنا اللي هو what if what it will be like if I do action A. يبقى الكومبوننت الجديد اللي صار عندي في الجول بيست ايجنت انه انت بدك تحدد انه انا لو اخترت الاكشن A ايش راح يصير؟ طب هل هو بيوصلني للجول تبعي؟ طب لو سويت الاكشن B ايش بيصير؟ بوصلني للجول تبعي. فبالتالي هدول المعلومات، شايف هيا بتدخل عندك هنا، هيا مسح لك اياها. فبالتالي هذه المعلومة وهذه المعلومة هي اللي بتحدد انه اي اكشن بدي اختار. يبقى هذا الكومبوننت هو عبارة عن كومبوننت بيحدد انه الاكشن A لو سويته ايش بيصير، بتدخله مع معلومة الجول تبعك انه هل بيؤدي للجول تبعي ولا لا. طب الاكشن بي، طب الاكشن سي، طب من مجموعه الاكشنز هدول عرفت انه اي واحد فيهم بيؤدي للجول، ساعتها بقدر اختار اي واحد فيهم، تمام؟ طبعا بطبيعه الحال الجول بيست ايجنت نقدر نعتبر انه هو برضه ريفلكس ايجنت انعكاسي. ايش معناته انه انعكاسي؟ انه على حسب الاشياء اللي بتصير في الانفايرمنت بنعكس على رد فعلي او على الاكشن اللي انا باخده. يعني على سبيل المثال لو انا شفت قدامي انه بريك لايت، السياره اللي قدامي، معنى ذلك انه كار ان ذا فرونت از ستوبينج، هذا بيقتضي او بيؤدي لانه اي شوت ستوب. طب ماشي، وصلنا لقرار انه اي شوت ستوب، عشان انا اوقف ايش المفروض اسوي؟ اي شوت يوز بريك بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي بتلاحظ انه الكومبوننتس اللي موجوده في الجول بيست ايجنت هي نفس الكومبوننت السابقه، بس يضفنا عليها مكونات اضافيه. يوتيليتي بيست ايجنت النوع الاخير الرابع، تمام؟ ممكن تكون الجولز مش دائما كافيه. ماشي، وصلني للديستنيشن، بس بعد ما وصلني للديستنيشن انا نزلت من السياره واستفرغت، او ماشي وصلنا للديستنيشن بس وصلت مع للديستنيشن معاي دستة مخالفات، تمام؟ فبالتالي هنا بدي اخذ اشياء اخرى بعين الاعتبار. يبقى اليوتيليتي بيست هي نفسها الجول بيست، بس انه انت بيكون في عندك كذا جول، والجول هذا انت بتقيسه بشكل يعني ككوانتيتي بريال نمبر،
واضح؟ يعني مش المهم انه انا وصلت للديستنيشن، لا، بدي اصل للديستنيشن وبدي اقيس how fast how safe، وهدول الشغلات اللي انا حكيتهم هدول بدي اقيسهم بريال نمبر، بارقام. how fast يعني على سبيل المثال انه انا ممكن اوصل راكب معين للديستنيشن هاي في 5 دقائق، وممكن اوصله بطريقة تانية بتاخد 7 دقائق. اخد ولا هذه ولا هذه؟ لا، لسه بدي اطلع على الفاكتور التانية، انه هديك بتصل السيارة سليمة تبعت 5 دقائق، تبعت 7 دقائق بتصل السيارة مخدوشة، تمام؟ برضو بدك تقيس فاكتور ثالث، هناك بتصل بمخالفة، هناك بتصل بمخالفتين، طريقة ثالثة بتصل بزيرو مخالفة، زي هيك. بس تاخده للدكتور كيف؟ تاخده للدكتور ماشي، بس أنا بدي أخذ كل البراميترز هذه بعين الاعتبار، تمام؟ وعندك اليوتيليتي فانكشن بدها تقيس وتحدد مقدار الهابينس أو الجودنس أو السكسس أنت عندك. فبالتالي أنت بتصير بتقول له بدي إياك أنه أنت توصل وتحصل يعني أكبر قدر من الفلوس، تمام؟ وانه السيارة ترجع سليمة، وانه كذا وانه كذا. بس هذول الأرقام يعني هذه الأشياء انت أديته إياها يعني يعني بشكل وصفي، لكن بدك تقيسها بشكل أرقام. فبالتالي بدك تبرمج utility function هي تحدد لك انه تساعدك في اختيار الـ actions تبعتك، تمام؟ يبقى هنا الميجور تبع اليوتيليتي فانكشن، يعني على سبيل المثال في الايكونومكس يعني زي التاكسي درايفر، انا بيهمني قديش انه انت جمعت فلوس في الاخر، تمام؟ ممكن يكون في البيولوجي انه انت بدك تشوف انه النمبر اوف اوف سبرينج. يبقى في البيولوجي لو انت بدك يعني تعمل ايجنت معين يعمل لك سيرش لشغله معينه، والشغله هذه انه على سبيل المثال انه انت بدك تحقق فيها انه اكبر كم من الاوفسبرينج اللي هي انه يعني انه يكون في عندك سلاله معينه، والسلاله هذه يكون فيها كم اكبر من الانتاج، تمام؟ او انه انت بتلعب جيم معين، وانت اكيد يعني انه انت عارف انه في الكاركتر في الجيم بيكون في عندك شريط فوق الكاركتر، هذا بيمثل قديش اللايف تبعته، كل ما بنقص بيكون انه هذا اشي مش كويس، انت بدك تزوده او تخليه قريب من 100% قدر الامكان، تمام؟ ايش الكومبوننتس اللي بدها تنضاف؟ نفس السابق بس هذا موجود سابقا، هذا كله لغاية هنا موجود سابقا. هنا ايش استبدلنا؟ الجولز بيوتيليتي عبارة عن ريال ميجور، ريال نمبر ميجورز، تمام؟ وهاي الأشياء إنه كلها موجودة سابقا. يبقى الاختلاف في الموضوع هنا إنه إحنا استبدلنا الجول بيوتيليتي، واضح؟ الأربع أنواع واضح؟ طيب نيجي الآن لجزئية الليرنينج ايجنتس، إنه بدنا نخلي الايجنت نفسه عنده القدرة إنه هو يتعلم من تجربته ويحسن من الأداء تبعه. ايش الكومبوننتس اللي موجوده عندي؟ طبعا السنسورز والاكتويتورز هذول اساسيات، تمام؟ هنا في عندي كومبوننت اسمه كريتيك، ايش بيعطيني؟ فيدباك. الفيدباك هذا بمرره لوين؟ للليرنينج اليمنت، لهذا الكومبوننت، تمام؟ وفي عندي كومبوننت ثاني اسمه بيرفورمانس اليمنت، بقيس البرفورمانس تبعي. طبعا الكريتيك هذا كيف بينتقد؟ بناء على ستاندرد بيرفورمانس، يعني على سبيل المثال انه الطالب النموذجي يفترض لما ادي له 10 واجبات انه يحل 9 على الاقل من 10 واجبات. انت اجيت حليت لقيت يعني انه انا لقيت انه اداك انه انت حليت 3 واجبات من 10، فبالتالي حسب الستاندرد تبعي انت البرفورمانس تبعك يعني سيء للغاية، زي هيك مثلا، تمام؟
وفي عندي كومبوننت رابع اسمه بروبلم جنريتور، حقيقة هنشوفهم واحدة واحدة. تمام؟ الكريتيك انه بفحص من خلاله انه كيف اداء الايجنت بناء على performance standard. تمام؟ فبالتالي انه بناء على البرفورمانس ستاندرد انه والله يفترض انه السائق النموذجي انه خلال السنة او خلال النهار ما يرتكبش ولا مخالفة، ولو جمعنا لو طلعنا انه خلال السنة كلها بالكامل يفترض انه يعني 2-3 مخالفات بس، اكتر من هيك لا. فبالتالي انا بقيس ادائك كسائق بناء على الكريتيك هذا، وبروح بدي فيدباك للليرنينج ايجنت. طيب ماشي، اجيت لقيت انه انت عندك مشكله، وين المشكله؟ بدي اجي اشوف وين المشكله انت عندك بالضبط. المشكله انه انت من العشر واجبات حليت ثلاثة بس، لانه عدلك انه انت مش قادر انه انت تحلهم، ولا عشان انه انت كسلان، ولا ايش بالضبط؟ تمام. ف طبعا هنا هذا الكلام انه بدي اخذ الفيدباك واشوف انه كيف ممكن انه انا اغير من ادائي، كيف ممكن اغير من البرفورمانس تبعي واضيفه هنا كنوليدج بهذا الشكل. يعني على سبيل المثال انه التاكسي درايفر في حالة الاكسبلوريشن انه هو بتعلم لوحده، ايش ممكن يسوي؟ ممكن يعمل اكشن انه ممكن يعمل كويك ليفت تيرن اكروس ثلاثة لينز، يعني على ثلاث حارات ثلاث زنقات زي هيك، ممكن يعمل انه كويك ليفت، انه هاي اول دخلة انا عندي على الشمال لفيت بسرعة، والدفة الثانية برضو لفيت بسرعة، واللفة الثالثة برضو عملت نفس الاشي ثلاث مرات متتالية. الكريتيك من خلال السنسورز ايش بيعمل؟ observation، بيعمل observation للشوكينج لانجويج للباسنجر للركاب اللي موجودين انا عندي. يفترض انه لما اعمل ثلاث مرات، يعني انا كراكب ممكن استوعب انه السواق لف بسرعه مره واحده يعني، بس انه صار معاه اشي بده يتفادى شغله معينه طلعت له فجاه، لكن ثلاث مرات متعاقبه هذا السواق يعني مش طبيعي. تمام، هذه شغله. يبقى تشوف الشوكينج لانجويج تبع الباسنجر الراكبين معاك في السياره، وهذا بيتطلب كمبيوتر فيجن، انه انت زي ما شفنا في مثال في المره الماضيه، انه انت ممكن انه انت تحدد قديش مقدار انه، او انه انت عندك في الـ في 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 الكمبيوتر فيجن في عندك تطبيق بيقدر انه هو يتعرف على الايموشن تبعك، انه انت شوكت ولا ساد ولا سربرايزد ولا ايش بالضبط. كيف قديش ذك قديش تفضل قديش ذكاء الطالب، ولا قديش ذهقان الطالب، قديش مقدار انه انتباهه في المحاضرة. تمام، وهل بس انه الباسنجرز اللي انت بدك تطلع لهم؟ انت مش لحالك، انت بتسوق مع يعني سيارتك مع سيارات يعني مع درايفرز ثانيين، برضو ممكن انه انت تقيس الشوكينج لانجويج تبعهم. ومش هيك بس، بتشوف كذلك الناس المرة في الطريق، انه وانت ماشي تروح تعمل ليفت تيرن ليفت هيك بشكل فجائي، بدك برضو تشوف الشوكينج لانجويج تبع. طبعا انا دكتور في المالتي ايجنت سيستم بيكون البرفورمانس تاعها مش كفايه، او التواصل بين السيستمز المتداخله ضعيف، عشان ياخذ فيدباك مش عشان ياخذ ديسيجن. ماشي، شو البوينت اللي بتحاول تحكيها؟ الفكره انه هيك صار انه كيف يعني تنظم في نفس الليجن تبع التاكسي درايفر، فهل هيك حيفصلوا كل نظام لوحده ونخزن الداتا عندي وبعدين انا اراجعها، ولا انه كله هيتفاعل مع يعني كل ما يتفاعل مع بعض؟ لا كله بيتفاعلوا مع بعض. يعني انت التصميم هنا لو جيت طلعت انه انا يعني انه هذه الاوبزرفيشن بروح باخذ الفيدباك انه عبارة عن شغلة نهائية انه انت انه هذا الاكشن باد، لكن تفاصيل انه انت كيف توصلت للاكشن هذا باد
من خلال كمبيوتر فيجن ومن خلال تصنيف الشوكينج لانجويج او تعرف على الشوكينج لانجويج الموجوده في وجوه الناس، هذه شغله منفصله. انت على حالك اعمل الشغله هذه، بس بدك تديني في الاخر انه هذا الاكشن باد، بروح بتعلم انه هذا الاكشن باد ما يعيدهاش تاني. انا بحكي على الايجنت نفسه، مش راح يعيدها تاني لما ادي له فيدباك انه هذه حاجه مش كويسه. تمام. يبقى الليرنينج اليمنت بروح يعدل من أدائه. كيف يعني بيعدل من أدائه؟ إيش الأكشن اللي أخده؟ Left Quick Turn. طب بدل Left Quick Turn استبدل Quick، استبدلها بحاجة ألطف، يعني بدل يعني إنه بدل ما تكون سريعة إنه تكون Smooth مثلا. شوف الأداء إيش بتغير، تحسن. هل الفيدباك الجديد بيكون إنه Good Action، فبالتالي بروح بتعلم إيش الشغلات الباد بتجنبها وبتعلم الشغلات الجود بتجنبها. تمام. البروبلم جنريتور فعليا بروح بقترح عليك اكسبيرمنتيشن لشغلات، يعني انه هو بيفترض انه انت في عندك بروبلمز معينه، وبروح بحاول انه يجرب الاكشنز المختلفه ويشوف الفيدباك هذه لها بشكل مسبق، عشان لما يقع في المشكله هاي بعرف ايش الحل. يعني على سبيل المثال افترض انه انت موجود في الانفايرومنت هذه، تمام، والايجنت موجود هنا، وهي المنطقه انه ديرتي زي هيك، بس انت في عندك بارير هنا، في عندك بارير بيعمل بلوك انه انت تروح ستريت لهي المنطقه. البروبلم جنريتور بروح بفترض انه انت في عندك هنا بارير، والاكشن الافتراضي انه انت يعني اقصر طريقه انه انت تروح من هذا المكان لهذا المكان انه انت تروح ستريت، انه لا مشكله في عندك بلوكينج، يعني في بلوكينج اوبجكت. يا اخي بدل ما تضلك انه انت تروح تجرب تعمل ستريت وتخبط فيه وترجع يا اخي اعمل ليفت وجرب رايت وبعديها يطلع زي هيك. طبعا هذا الكلام بتوصلوش مره واحده، هاي الفكرة تبعت البروبلم جنريتور. كذلك ايش الاكسبرمنتيشن اللي هنا؟ يعني على سبيل المثال انه بروح بجرب البريكس في ديفرنت رود، وبروح باخذ بخزن والله تأثير الفرامل في ارضيات مختلفة. ايش الارضيات المختلفة؟ انت في عندك ارضية مسفلتة، في عندك ارضية مبلطة، وفي عندك ارضية رملية طرق يعني بحكي، تمام، وفي عندك انه بيكون عليها تلج، وفي بيكون عليها ايس، وفي بيكون عليها بقعة زيت رطبة وعليها بقعة زيت، تمام. طبعا هو قبل ما تقع المشكلة بروح بجرب البريكس في الأرضيات المختلفة، وبروح بخزن هاي النولج، تمام، عشان في المستقبل لما يكون في حالة معينة ويقول انه والله انا في بقعة زيت لو اخذت بريك معنى ذلك انه ما فيش مفيدة، مش مفيدة، بدي اخذ، بدي ادور على حل تاني، تمام. زي هيك هنا بدنا نحكي exploration مع الexploitation. ايش الexploration؟ انه انت تجرب انه نتركه لوحده انه هو يستكشف كل الاكشنز اللي possible actions اللي ممكن يسويها، ومن خلال الفيدباك بروح بعرف اي واحد منهم bad واي واحد منهم good، واي واحد منهم انه حالة الفرامل بتكون جيدة في الحالة هذه، ومتى بتكون انه سيئة حالة الفرامل، تمام. والنولج هاي بروح بعملها exploit بأنه أنا بستغلها. هاي الشغلة كتير مهمة، تمام. يعني على سبيل المثال في الإكسبلوريشن أنه أنا ممكن أجرب يعني أوصل الركاب بطريقة معينة، والله لو حصلت تب أقل، بخشيش أقل، بعيدهاش تاني زي هيك، تمام. لو أنا كنت أتجول، كان كنت أعمل نافيجيشن في منطقة معينة واستكشفت بعد هيك أنه هذا في مرحلة الإكسبلوريشن استكشفت انه والله المنطقة هذه فيش فيها ركاب في اطراف المدينة، تمام، ايش مرحلة الاكسبلويتيشن وروح اسوي؟ خلاص المنطقة هذه بروح لهاش تاني. ليش؟ لانه فيها ركاب قليل. واضح ايش اكسبلوريشن واكسبلويتيشن؟ واضح يا شباب؟ لا. طيب الاكسبلوريشن ببساطة انه انت فعليا بتروح بتجرب اكشنز معينه وبتاخد عليها فيدباك، تمام،
وبناء على الفيدباك هذا بتقرر انه انت تروح تستغل هالمرة الجاية ولا لا. يعني على سبيل المثال من ضمن الشغلات اللي انا جربتها كايجنت انا بحكي يعني انه انا يعني وصلت الركاب بطريقة معينة, الراكب طلع مش يعني مش مبسوط كتير واعطاني تيب اقل, خلاص هذا مرحلة الاكسبلوريشن. الاكسبلويتيشن بعيد هاش تاني بوصلش الركاب بالطريقة هاي, تمام. او مثلا على سبيل المثال في الاكسبلوريشن انه اجاني راكب ديستنيشن تبعته طرف المدينة, رحت ماشي اكسبلوريشن خلينا نجرب خلينا نوصله لطرف المدينة, رحت وصلته لطرف المدينة وهناك رحت وطلعت ما لقيتش ركاب, يبقى في مرحلة الاكسبلويتيشن انه انت بتستغل هاي النوليج انه اه والله ديستنيشن اللي في طرف المدينة بيكون فيها ركاب اقل لا يحبذ انه انت تروح لها زي هيك مثلا, تمام. واضح يا شباب؟ طيب خلينا نتوقف هنا, هو مش ضايل كتير يعني بس انه يعني عشان نجمل الموضوع المرة الجاية هي توقف هنا. اذا في حدا عنده سؤال يعطيكم العافية.